بدوخ يا بابا بدوخ. انا شو انا بنت عاديه، انا مش ماديه، انا بنت عاديه، انا مش ماديه. خلينا نسيب. نعم شوفي هالتسريشه مصاريفي الله عيني والى اخره. ايه حصنتك بالله، ايش هو هالتقاني، شو هالانامي، ايش هو هالاصابيع هدول، خزيت العين خزيت العين. تسلمي خالي، يعني بنفاس الخياطه شو بتنفعي، ان شاء الله ما تبلي يا هيك البنات يا اما بلا. تسلمي خالي. انت شوفي لي حفره الكم كانها مهبطه شوي وعريضه. لك بنتي لا مو مهبطه، انا بعملها قاصد هيك، لانه قمصان نوم الفانيلا على طول لازم تكون عريضه ومهبطه. قمصان نوم فانيلا، مدري شلون انت وامي بتضحكوا، حدا عادلي بس قمصان نوم فانيلا بهالايام خالي. ايه بنزل على شارع الحمراء او على سوق الحميديه من على البسطاط لاقي قميص نوم فانيلا ب 200-300 ليره. لا خالتي انتوا بنات هالايام ما بتعرفوا تعيشوا على راحتكم، بتركضوا لي على الدارج وعلى الموضه. هلا هالقميص النومي اللي عم تشتريه جاهز من السوق، بتعرفي شو اصله وشو فصله؟ كمان قميص النوم له اصل وفصل. طبعا لك بنتي طبعا، كل شيء بهالدنيا بده اصل وفصل. قمصان النوم الجاهزه اللي عم تشتريها من السوق خيطانه مركبه تركيب، بتعمل تحسس اول ما بتنحط على البدن بتصير تقروص قروصه. اما قماش الفانيلا هذا قطن الله خلقه والله انبته، بينزل على البدن مثل المي الحلوه، ولما بنخيطه بايدنا بيكون عشنا معه وعرف افكارنا. الك نهفات ونهفات يا خالي، امتى يصير معقوله؟ هلا القماش عنده عقل يفكر ويعرف افكار بني ادم؟ شو بك انتي؟ لك خالتي هاتي عنك، هاتي لضم لك يا حشدة تعذبي، هاتي. خذي خالي الله يخليكي. شو هالجيل؟ عم شوف بلا نظاراتي شو بعمل طيب. تفضلي انضميت. رني بقبقابي يما. شو هالقبقابات؟ صوته بيرقص. سحري انه سحري. شو سمر مالك جاهزة؟ لا لسه عم طبقها فرحان. صعبة؟ شوي فوت. خليني جبت لك نظاراتك. شو هو الايدين ماني عارفانة من ابرة البطن.